أهلا بكم إلى أخبار الجزائر، والبداية من حوادث المرور، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 23 آخرون إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين خط مست غانم معسكر على مستوى الطريق الوطني رقم 17 بلدية حسين دائرة رحنيفية ولاية معسكر. تصدر هاشتاج كلنا يوسف عطال ترند منصة إكس في آخر 24 ساعة، تضامنا مع اللاعب الدولي الجزائري بعد الحملة التي تعرض لها بسبب تضامنه مع فلسطين. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بتوفير حماية قصوى لشبكة الربط بالإنترنت مع مراعاة مسألة الأمن السيبراني حسب بيان رئاسة الجمهورية. أمر الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا بإشراف مباشر من وزير الداخلية. قامت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة بتفريغ شحنات جديدة من البخور الجافة في إطار مواصلة عملية تمويل السوق الوطنية لهذه المادة. أعلنت إدارة شباب بالوزداد عن التعاقد الرسمي مع المدرب البرازيلي ماركوس سيزار ديان كاسترو باكيتا، ويذكر أن المدرب سبق له وأن كان على رأس العارضة الفنية للفريق. نهاية النشرة وإلى اللقاء.